أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أرحب بكم إلى النشرة الرياضية لهذا اليوم السهل كالمعتاد بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يتوجه إلى ماليزيا لإقامة معسكر تدريبي ضمن استعداداته لنهائيات آسيا. المنتخب الأولمبي يستعد لإقامة معسكر داخلي في المكلا استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبيات طوكيو. ونادي حسان يتوج بلقب كأس الاستقلال لكرة القدم في محافظة أبين. أهلا بكم. أعلن وزير الشباب والرياضة نايف البكري عن إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بماليزيا، وتوجهت بعثة المنتخب الوطني إلى ماليزيا اليوم السبت لتدشين المعسكر الخارجي الثاني للمنتخب. يأتي ذلك بعد فشل إقامة معسكر المنتخب في قطر وعدم نجاح محاولات إقامة معسكر آخر للمنتخب في البحرين. ومن المقرر انضمام اللاعبين المحترفين في دوري نجوم قطر إلى صفوف المنتخب بماليزيا خلال الأيام القليلة القادمة. ويعد معسكر ماليزيا ثاني المراحل الإعدادية الخارجية للمنتخب قبل نهائيات آسيا التي تنطلق في 5 يناير المقبل بالإمارات. ولم يلعب منتخبنا حتى الآن سوى مباراتين وديتين أمام السعودية والإمارات ضمن الاستعدادات لنهائيات آسيا، حيث خسر أمام الأخضر السعودي بهدف وأمام المنتخب الإماراتي بهدفين نظيفين. ويسعى المدرب السلوفاكي جان كوسيان لاستغلال معسكر المنتخب في ماليزيا بالتعرف على إمكانيات اللاعبين بشكل أكبر لاختيار التشكيلة المناسبة للمنتخب في نهائيات آسيا المقبلة. أما منتخبنا الأولمبي فمن المقرر أن يبدأ معسكرا داخليا في مدينة المكلا خلال الأيام القليلة القادمة كأول مرحلة من مراحل استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وما يزال مدرب المنتخب الكابتن سامي نعاش يجري زيارات ميدانية لعدد من الأندية المحلية لاختيار القائمة الأولية للمنتخب والتي ستضم 45 لاعبا قبل أن يتم تقليصهم إلى 30 لاعبا خلال المرحلة الثانية من الإعداد بالمعسكر الخارجي للمنتخب والذي سيخوض خلاله عدة مباريات ودية دولية. وكانت قرعة التصفيات الآسيوية قد أوقعت منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جوار إيران المستضيفة لمباريات المجموعة والعراق وتركمانستان. وسيلعب منتخبنا الأولمبي أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لأولمبيات طوكيو في 20 مارس من العام المقبل أمام المنتخب العراقي قبل أن يواجه إيران في 24 من الشهر ذاته ليختتم مشواره في التصفيات أمام تركمانستان في 26 مارس. وفي العاصمة المؤقتة عدن أحيا نادي النصر بعينية فقيد الكرة العدنية الكابتن جمال محسن بمباراة جماعة النصر والشرطة برعاية مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد كرة القدم بالمحافظة، وانتهى اللقاء بفوز النصر على الشرطة بهدف دون رد على أرضية ملعب نادي النصر في دار سعد. وأهدى النصر كأس البطولة لشقيق الفقيد الكابتن عمر محسن. وكان الفقيد جمال محسن قد درب عدة أندية في عدن وصنعاء بمختلف الفئات العمرية بعد أن كان يلعب في صفوف نادي النصر ووحدة عدن. ومثل رحيل الفقيد خسارة كبيرة لكرة القدم العدنية خصوصا واليمنية بشكل عام. اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن منافسات الدوري المدرسي لكرة القدم لمنتخبات المديريات، حيث توج منتخب مديرية المعلى بلقب الدوري، وجاء تتويج منتخب مديرية المعلى المدرسي باللقب بعد فوزه على منتخب مديرية المنصورة في النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف. وكانت إدارة الأنشطة بمكتب التربية والتعليم في عدن كانت قد نظمت البطولة برعاية محافظ عدن أحمد سالمين. وشاركت في منافسات البطولة المنتخبات المدرسية لمديريات الشيخ عثمان والبريقة والمعلى والمنصورة وكريتر وخور مكسر ودار سعد. وفي عدن أيضا اختتمت منافسات الدور الأول لبطولة كرة القدم الخماسية لمدارس التعليم الأهلي والخاص للمرحلتين الأساسية والثانوية.
وفي مرحلة التعليم الأساسي تمكنت مدرسة البشائر من مديرية التواهي من اكتساح مدرسة الآفاق من مديرية الصيرة بستة أهداف نظيفة. وفي اللقاء الثاني تغلب فريق مدرسة التفوق من مديرية المعلى على مدرسة نجيب السلامي أو السلامي من خور مكسر بهدفين نظيفين. وفي مرحلة التعليم الثانوي تمكن فريق مدرسة السلام من الفوز على فريق مدرسة غاندي بثمانية أهداف مقابل أربعة. توج نادي حسان بكأس بطولة الاستقلال لكرة القدم في محافظة أبين بعد فوزه في المباراة النهائية على الجيل الصاعد بالقرعة. وجاء تتويج حسان باللقب على حساب الجيل الصاعد بعد إجراء قرعة لتحديد الفائز بلقب البطولة، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل أيضا بركلات الترجيح. وبعد التعادل بركلات الترجيح أجريت القرعة بحسب لوائح البطولة لتهدي اللقب لنادي حسان. وشارك في البطولة 11 ناديا من أندية زنجبار وخنفر وأحور، تم توزيعهم على مجموعتين، كما أقيمت المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. افتتح في محافظة الجوف دوري الشهيد الكابتن يحيى خالد الغانمي والذي يقيمه نادي معين الرياضي برعاية مكتب الشباب والرياضة في المحافظة. وفي لقاء الافتتاح تعادل فريق المجد مع فريق الأمل بهدفين لمثلهما، وتستمر منافسات الدور لمدة شهر وبمشاركة خمس فرق من أندية محافظة الجوف. حضر لقاء الافتتاح مسؤولون رياضيون في المحافظة وممثلين عن السلطة المحلية، إضافة إلى والد الشهيد الغانمي وجماهير الفرق المشاركة في البطولة. تستعد اللجنة الفنية العليا لكرة الطاولة لإطلاق بطولة المحبة والسلام للعبة بالثلاث الفئات الفرق والفردي والزوجي على مستوى المحافظات المحررة. وأقرت اللجنة خلال اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن، أقرت انطلاق التصفيات التمهيدية للبطولة في 8 يناير المقبل، وتستمر هذه التصفيات لمدة 4 أيام، وسيشارك في التصفيات النهائية للبطولة أبطال محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وحضرة موت الساحل والوادي، حيث سيتم تحديد موعد انطلاق النهائيات عقب انتهاء التصفيات التمهيدية. بحثت الهيئة الإدارية لنادي خيبل الرياضي بالمهرة بحثت إمكانية مشاركة النادي في البطولة العربية 37 لكرة الطائرة، ويشارك في البطولة التي تستضيفها تونس خلال العام المقبل، يشارك فيها بطل ووصيف دوري كرة الطائرة في الدول العربية. وخلال الاجتماع أشار مسؤول نادي خيبل إلى أن إمكانيات النادي المادية لا تؤهله للمشاركة وتقديم مستوى مشرف للوطن، خاصة وأن الأندية المشاركة تتحمل تكاليف مشاركتها في سفر أو من سفر وإقامة وغيرها من المتطلبات. ويأمل مسؤول نادي خيبل الذي حقق مؤخرا وصافة كأس رئيس الجمهورية لكرة الطائرة، يأملون في حصول النادي على الدعم الكافي للمشاركة في البطولة العربية. يفتتح فرع الاتحاد اليمني للشطرنج في محافظة أبين يوم غد الأحد، يفتتح مركز أبين التدريبي للشطرنج والذي سيخصص للاهتمام باللعبة. ويأتي افتتاح المركز برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم. وكان أمين عام فرع اتحاد الشطرنج في أبين علي إبراهيم قد أكد في تصريحات صحفية، أكد أن الاتحاد الشطرنج سيسعى من خلال إقامة هذا المركز التدريبي إلى رفع مستوى اللاعبين وخاصة فئة البراعم والناشئين، وسيتلقى اللاعبون تدريباتهم على يد المدرب الوطني واللاعب المصنف دوليا الكابتن منصور بلعيدي. وبالتزامن مع افتتاح المركز ستقام بطولة لمواهب محافظة أبين، كما سيقيم الاتحاد دورات تحكيمية لمشرفي اللعبة في الأندية على مستوى المحافظة. مشاهدينا إليكم الآن أبرز مباريات اليوم السبت وغدا الأحد في الدوريات الأوروبية الكبرى. We'll be right back.
شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.